ريفياتا ريفيات. اليوم راح نشوفوا اسكو نشربوا الحين ديزل ولا اسوس. بالك هاي تبان لكم باينه الواحد كيكون حيشري من الاول دي سي دي اسكو نشري اون سبورتيف اللي تكون اون جينيرال اون اسوس ولا بلوتو اون فواتور ديزل تستقام لي شويه رخيصه في ليسونس اون فاف ليسونس دونك المازوت يستقام لي شويه رخيص بارابور ليسونس ساشون بلي لي بان شويه غاليين في ديزل بارابور ليسونس. هذه على جال لا كونسيبسيون تاع لو موتور اللي سي تا موتور ا اكسبلوزيون دونك تصرا اون كومبريسيون داخل لو موتور دونك لي بياس لازم يكونوا صحاح بزاف و دايور اي لي بلو بروون يدير الحس اكثر من لو موتور اسونس. دايور كي نحلوا الكابو نلقاو كاين ان كاش كحل اون جينيرال بور ايتوفي باش يسكت ينقص من لو بروين تاع لو موتور ديزل باسكو يدير بزاف لو بروي على جال هذيك لا كومبريسيون اللي تصرا باش تصرا ليكسبلوزيون اللي تعاود تحبط لنا لو بيستون تاعنا كونترارمون في ليسونس اللي تصرا افيك اون ايتانسال اكسيتيرا. دونك المهم لي بياس تاع لو ديزل غاليين شويه دونك لا بان تاع ديزل غاليه شويه على تاع ليسونس. دونك كاين بزاف اللي يكون من الاول مقرر اسكو حيشري ديزل ولا ايسونس بصح وشنو هما لي كالكول اللي نقدروا نديروهم باش يكون عندنا ان شوا جوديسيو باش القرار اللي ناخذوه راح يكون صحيح وما ندموش عليه ابخي كالكو زاني. خديت لكم ان اكزومبل حي بلو بري تاع اليوم غدوه بالك يتبدل لو بري مانيش مسؤول عليه. انا نعطيكم هذا ليكزومبل وانتم تقدروا تطبقوه على نيمبورت كال فواتور اللي عندكم. دونك انا خديت على سبيل المثال لا كليو اللي خرجت. علاش لا كليو؟ برك باسكو عندها لو ميم موديل دايراتو في ليسونس وفي لو ديزل دونك هذيك لا كليو ليميتد. دونك اون فا با لا كومباري مع لا جي تي لاين اللي عندها شغل سي اون اوتر غام سي لا ميم غام باردون مي فيها بوكو بلوس دوبسيون ميم لو موتور ايلي بوكو بلوس سوفيستيكي دونك سي نورمال كو il développe beaucoup plus de chevaux, elle est à 6 rapports, etc. Donc c'est normal que ce soit un rallye à la limited. Donc là, on va comparer les deux limited, limited 2, je pense, elle s'appelle. Donc, on a une qui coûte 200 millions, ou la deuxième, le prix de l'aliment, les réductions, etc. راهي 216 و 900 وحاجة حاجة هادي سي لا ديزل 216 نقولو 217 ou pardon ou l'essence a été remédiée d'accord. Alors faire des petits calculs parce que maintenant ils commencent à se commenter comme directement la solution sachant que l'essence sera où il dit 41,97 dinars les hiens pour le 42 هذا le litre de l'essence litre de diesel dire 23 dinars n'a pas droit le prix de l'aliment on bat une tomate de quoi neuf chez crédit bien l'étibar la consommation d'automobile à ta de fizouj. دونك تروح لافيش تكنيك تاع لا فواتور اللي نتا راك حابها وشوف شحال تكونسومي في الديزل وشحال تكونسومي في ليسونس. اون جينيرال تلقاه في الديزل تكونسومي ان بو موان سي با ايفيدون مي اون جينيرال. دونك عندنا لا ديزل تاعنا تكونسومي 5 لتر او 100 ليسونس تكونسومي 6 لتر او 100 ديجا ليسونس غالي على الديزل قريب لو دوبل يسوا 42 dinar ou l'autre soit 23 ou zid la consommation 6 litres au 100 km كل 100 km consomme 7 litres في ليسونس ou on consomme 5 litres في ديزل دونك ديزل يكونسومي شويه اقل سي بون. عندو معلومات اللي عندكم تقدروا تصيبوهم على الانترنت. درك المشيه العاديه اون موين بنادم يمشي بالطوموبيل 25000 كم في السنه ممكن تخالفني الراي المهم نقولوا هذه هي لا موين اللي هي 25000 سنه. كيفاش تعرف؟ انت تروح بار اكزومبل يوميا بويرا شو سي با انا بومرداس بار اكزومبل يوميا دير هذا لو تراجي بعيد ماشي بعيد المهم ديرو كل يوم عم بالك شحال كاين من كيلومتر لتن احسب. دونك في النهار ادميتون كاين 50 زعما باش تجينا سهله 50 الي و50 روتور دونك نقولوا 100 دونك 100 يوميا تروح لي 5 جوغ تاع لا سومان وما تروحش في الويكاند معناتها راك تمشي 500 في السمانه معناتها في الشهر راك تمشي 2000 معناتها في العام راك تمشي 2000 في 12 اللي هي 24000 وراك في لا موين بار اكزومبل. دونك هكذا نحسبوا نعرفوا المشيه تاعك. كاين اللي يخرج لي ويكاند يزيد شويه زياده ما يحسبش اكزاكت على حسب المشيه تاعك كيفاش تمشي. المهم اون موين 25000 في السمانه حنا نمشوا بهذه باش ما نطولوش الفيديو كامل فيها نص ساعه وروح دوك عادي نسيو نبريجيو شويه دوك نخليكم نتوما ديروا كالكو كالكول.
دوك 25,000 في السمانة، في السمانة في العام، 25,000 كيلومتر في العام، هذه لا موين. تستقى منا في ليسونس 6,300,000، وتستقى منا في الديزل 2,800,000 وشوية صرف. دونك نقولوا حنا 2,900,000، دونك اون غرو باش ما تلفها لكمش بالحسابات، 6,300,000 في ليسونس في العام تستقام لك المشية نتاعك تاع 25,000 كيلومتر، وفي الديزل تستقام لك 2,900,000. حتى لدرك معلومات برك، 2,900,000 في الديزل، 6,300,000 في ليسونس سنويا. وقتاش السيارة نتاعك ديزل اللي شريتها غالية وليسونس تسوى رخيصة عليها، كيما الميتال اللي عطيت لكم تاع لاكليو، ليسونس رخيصة ب 17,000,000 على الديزل، وقتاش السعر تاعهم يولي متساوي كي ندخلوا بعين الاعتبار السعر تاع ليسونس والديزل؟ مدة الفرق بين هاد السعر تاع 6,300,000 وتاع 2,900,000 سنويا، الفرق هو 3,200,000. دونك تلقى باللي الطونوبيل ايسونس والديزل يستقاموا لك نفس الشيء بعد 5 سنوات من الاستهلاك. بعد ما الطونوبيل تقعد عندك 5 سنين، كساسوا شريت الكليو ديزل ولا الكليو ايسونس، بعد 5 سنين تولي صرفت عليهم نفس الشيء، يعني سعر السيارة زائد سعر البنزين ولا سعر المازوت تاعك بعد 5 سنين يولوا متساويين، كي شغل شريت لا ميم فواتور. هادي دون لو كاو وين تمشي بها 25,000. درك انت طلع حساباتك قبل لو كان تحب تبيعها قبل 5 سنين، مثلا شاري طوموبيل ومعول تبيعها بعد عامين بور اكس ريزون، ما يهمنيش على حب تبيعها، دونك دون سو كالا ليسونس هي اللي خير، باسكو باش تولي تساوي الديزل لازم حتى نلحقوا ال5 سنين باش السعر تاعها وتاع الديزل يولوا كيف كيف. ولا حاب تبيعها مور 5 سنين، يعني تكسبها بور اون لونغ ديوري، هنا ديزل يعني كي نقول لك لونغ ديوري حب يقول بعد ال5 سنين، هنا حب يقول ديزل تساعدك خير. علاه؟ خاطر كي نلحقوا ال5 سنين ليسونس وديزل يولوا متساويين، بصح بعد ال5 سنين ليسونس تخلصوا 40 دينار للليتر وديزل تخلصوا 20 دينار للليتر، تولي رابح في الديزل، دونك تستقام لك لا فواتور ديزل تاعك ارخص من لا فواتور ايسونس. هادي دون لو كا وين نمشيو 25,000، هذا هو المنطق اللي نمشيو به واللي نحسبوا به، اسكو نشرو طوموبيل ديزل ولا غازوال. بيان سور كاين حسابات واحد اخرين، بصح هذا البرانسيبال فينونسي. دركا واحد اللي يمشي بزاف يمشي 50,000 زعما اكزومبل، من بعد تقدر دير حساباتك وحدك، نعاونك برك بهذا الدوز اكزومبل ونكملو هنا. ايماجين تمشي 50,000 في العام، 50,000 حب يقول المساواة بين ليسونس والديزل راح تصرى بعد عامين ونص برك، ماشي 5 سنين. علاه؟ باسكو كونسوميت شريت بزاف ليسونس اللي يسوى 40 دينار، مام ديزل شريت، مام مازوت شريت بزاف بصح يسوى 20 دينار، دونك ليسونس يلحقو تمتم سعر هذيك الطوموبيل اللي شريتها رخيصة ليميتد، هذيك كليو اللي شريتها رخيصة ايسونس، تم سعرها يلحق تاع ديزل باسكو ليسونس اللي راك دير لها غالي وراك تمشي بزاف. دونك في عامين ونص تولي لو كانت تمشي 50,000 في العام، 50,000 كيلومتر في العام، في عامين ونص يولو متساويين طوموبيل ديزل وطوموبيل ايسونس. دونك واحد اللي شاف روحو يمشي بزاف بعد هذوك العامين ونص، شكون اللي راح يكون رابح؟ ايفيدامون لو ديزل، خاطر ليسونس الليتر تاعو غالي على الليتر تاع ديزل، بعد المساواه كل يوم ديزل اللي يغلب، وتحت المساواه كل يوم ليسونس اللي يغلب. دونك بعد هذوك العامين ديزل اللي تربح. دونك كي تشوف روحك تمشي بزاف 50,000 بار اكزومبل كيلومتر في العام، ايفيدامون تروح فير لو ديزل، سينون راح تكونسومي بزاف ايسونس، ولا ما عندكش مشكل بيان سور لو ديزل يلوت بزاف بارابور ليسونس اي تو سا. دونك ولا تحب ليكولوجي وعندك دي ريزون بيرسونيل يا خويا ماشي مشكل، حنا نهضروا من الكوتي فينونسي، واحد اللي حاب يعرف مصروفه وين رايح. ماتنو ادميتون تمشي 10,000، ما تمشيش بزاف، تمشي 10,000 في العام، 10,000 كيلومتر، تسكن قدام المترو، تسكن قدام الترام، ما باليش، المهم بور دي ريزون اكس عندك اون دوزيام فواتور هذيك مخليها غير لي ويكاند، تمشي 10,000 في العام، 10,000 كيلومتر، اسكو تخير ان ديزل ولا اون ايسونس، اون فواتور ايسونس؟ لا لوجيك واش تقول؟ اون ايسونس. علاه؟ باسكو رخيصة
ولا ديفيرونس، شوف لا ديفيرونس بين لو ديزل و ليسونس في العام، كي دير كي تمشي 10000، لا ديفيرونس راح تكون 1,300,000 في العام بين ديزل، طوموبيل تاع ديزل وطوموبيل تاع ايسونس، 1,300,000 في العام. دوك انا شريتها 200، وهذيك ديزل تسوى 217، الفرق سنويا 1,300,000. شحال من 1,300,000 نحط باش طوموبيلتي ايسونس تلحق السعر تاع الطوموبيل ديزل؟ ابوبري 12 سنه. دونك حتى تلحق 12 سنه باش تصرى المساواه بين سعر السياره ديزل وسعر السياره ايسونس في حاله ما تكون تمشي بها غير 10000 سنويا. دون سكالا تخير ليسونس ايفيدامون. علاه؟ خاطر ماكش تمشي بزاف، صح قد ما كان راح يجيك غالي ليسونس تاعك سنويا اعلى ديزل، بصح ما تنساش بلي شريتها 16 مليون ارخص. دونك مام غالي راح يجيك غالي غير بمليون و300 في العام، وانت شريتها ب 17 مليون ولا 16 مليون نقصان. دونك شحال من مليون و300 هذا اللي راك تربحه في العام لازم لك باش تلحق ل 17 مليون؟ لازم لك 12 واحد، معناتها 12 سنه باش تصرى المساواه وتولي تاع الديزل رخيصه اكثر من تاع ليسونس. إيه هي من عاش حيني يا ربي. المهم دونك فوالا اون كرو، اللي يمشي 25000 اللي هي لا مويان، بعد 5 سنين تصرى المساواه، تحت 5 سنين اللي حاب يبيع بكري يدي اون ايسونس باسكو هي اللي تستقام رخيصه بليسونس تاعها بالطوموبيل، اللي حاب يكسب يدي ديزل باسكو مور 5 سنين تولي هي اللي ارخص من ليسونس، ولا حبيتو ديروا لي كالكول تاعكم ديروهم. لي بارامتر اللي لازم باش ديروا لي كالكول نعاود نفكركم، لو بري دو باز تاع الطوموبيل في ليسونس وفي ديزل، لا كونسوماسيون تاع الطوموبيل ليسونس و ديزل، ما يهمكش الريزرفوار شحال يرفد. باغ اكزومبل تاع ليسونس يرفد في هاد لاكليو لي سيتي تاعكم يرفد 45 لتر، و تاع ديزل يرفد 60 لتر، بصح ما تهمناش سعر الليتر يقعد سعر الليتر، ولا كونسوماسيون هي لا كونسوماسيون، ما يهمش شحال يرفد، كي يخلص نعاود نعمره وخلاص. 60 ولا 45 هذا ما يهمكمش بارامتر، يهمكم السعر الابتدائي اللي تسواه كل وحده فيهم، يهمكم السعر تاع ليسونس اللي يكون في هذاك الوقت اللي راح تحسبوه فيه نهار تعاودوا تشرو الطوموبيل، يهمكم لا كونسوماسيون تاع الطوموبيل تاعكم وشحال نتوما تمشوا سنويا. وديروا حساباتكم كوم دي غون، ولا تلفت لكم عاود ولوا لا فيديو، ولا هكذا كون ما شرحتش مليح قولوا لي جو في ايليستري، دونك هذه نخليها ديريكتومون هكذاك الجزء بالك تكون كلير، بصح ولا ما فهمتوهاش جو في ايليستري افيك بحسابات نديرهم في لا فيديو ديريكتومون، ندير لكم كتيبه هاي شحال تسوى وهاو كيفاش نقصت وهاو كيفاش ضربت باش يجيكم كلش كلير. مي نورمالمون جي بيان اكسبليكي، عاود تشوفها برك وتفهم كلش ان شاء الله. فوالا سيتي تو بور موا، جيسبر كو تفيدكم لا فيديو، ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا ان بوس بلو بارطاجيها فوزامي. سيتي تو بور موا، سيتي لطفي، ايدا سي دانيال.